بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة رئيس المؤتمر، معاني الأمين العام للاتحاد السيد هولنزاو، السادة أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود وأعضاء الوفود المشاركة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي ويشرفني وزملائي أعضاء الوفد الكويتي أن أنقل لكم تحيات حكومة وشعب دولة الكويت وتمنياتنا لكم لمؤتمركم النجاح والتوفيق. كما نعرب عن كامل تقديرنا لحكومة وشعب جمهورية رومانيا الصديقة على استضافتها الكريمة لهذا المؤتمر الهام والجهود المبذولة لإنجاحه. نود أن نهنئ السيد سابيد لرئاسته لهذا المؤتمر وزملائه النواب الرئيس ورؤساء اللجان ونوابه، متمنين لهم النجاح والتوفيق. سعادة الرئيس، إن تواجدنا هنا اليوم كدول أعضاء بالاتحاد هو لتسخير جميع إمكانياتنا لتحقيق أهداف الاتحاد وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030. لذا نحن اليوم من خلال اتحادنا العريق نقوم بوضع الأسس والمفاهيم والسياسات لتقنيات حديثة باتت من أساسيات حياة الأفراد والمجتمع، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة. وعليه فإن النجاح الذي نحققه من خلال قرارات مؤتمرات الاتحاد خلق لنا عالما متواصلا. الحضور الكريم، إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشكل الأساس الحيوي للتحول الرقمي، وفي هذا الإطار حرصت دولة الكويت على تعزيز مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال بناء بنية تحتية رقمية متطورة وإنشاء حكومة رقمية ومجتمع رقمي، مع الاستمرار بمزيد من الاستثمارات في التكنولوجيا الرقمية. وتطبيقا لهذا التوجه الحكومي، تدفع الهيئة العامة للاستثمار الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت شركات الاتصالات المحلية لنشر شبكات الجيل الخامس وشبكات الألياف الضوئية في جميع أنحاء الكويت. كذلك تسعى الهيئة لتحرير المزيد من الترددات والمحافظة على جودة التغطية والخدمات. سيداتي والسادة، إن دولة الكويت تعي تماما أهمية الاتحاد الدولي للاتصالات والقرارات التي تصدر عن هذه المنظمة العريقة والتي تساهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، وإيمانا منها بالدور الحيوي للاتحاد والخدمات التي تقدم للدول الأعضاء ولا سيما الدول النامية والأقل نموا. نود أن نؤكد على ثبات وحدات مساهمة دولة الكويت في الاتحاد والتي تبلغ 5 وحدات، وقامت دولة الكويت مؤخرا بتقديم مساهمة مالية في تشييد المبنى الجديد للاتحاد الدولي للاتصالات مبلغ 2.5 مليون فرنك سويسري. الأخوة والخوات، كما تعلمون أن دولة الكويت منذ انضمامها إلى الاتحاد في عام 1959 وهي عضو بارز وفعال، وقد حصلت على عضوية مجلس الاتحاد منذ مؤتمر المندوبين المفوضين نيروبي عام 1982. ولا يخفى عليكم أن دولة الكويت تشارك بأنشطة الاتحاد واجتماعاته ومؤتمراته بفعالية كبيرة، وقد حظيت بتولي عدة مناصب في لجان المؤتمرات والقطاعات ومجلس الاتحاد. لذا نأمل أن نحوز على دعمكم الكريم وتأييدكم لإعادة ترشيح دولة الكويت لعضوية المجلس ل4 سنوات قادمة. وختاماً، أتقدم بالشكر الجزيل لكم ولجميع الوفود المشاركة وجميع العاملين باتحاد الدولي للاتصالات، وأتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.